أغلقت بورصة الأسهم في الإمارات على ارتفاع بفعل قفزة في أسعار النفط بعد إعلان روسيا عن تخفيض إنتاجها من النفط في الشهر القادم. وصعد المؤشر الرئيسي في دبي ب 2.1% مدعوما بقوة الأداء في قطاعي المرافق والبنوك، بينما أغلق مؤشر أبو ظبي الرئيسي على ارتفاع ب 2.1% متعافيا من خسائر مبكرة ليواصل مكاسبه للجلسة العاشرة على التوالي. فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض مع تعرض أسهم الشركات الكبرى والمرتبطة بالنمو لضغوط بعد أن وصلت عوائد سندات الخزانة زيادتها، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا ب 0.31%، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع ب 0.64%. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% وتتجه لتسجل مكاسب أسبوعية إثر إعلان روسيا عن خطط لخفض الإنتاج في الشهر القادم بعدما فرض الغرب قيودا سعرية على نفطها ومنتجاته. وقد ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بما نسبته 2.2% لتسجل $86.21 للبرميل، في حين ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفعت بما نسبته 2.1% لتسجل $79.63 للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بنسبة 2.52% لتسجل $2.88 للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.93% لتسجل $2.48 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن صندوق النقد الدولي أنه أحرز تقدما كبيرا في محادثاته مع باكستان بشأن الإفراج عن مساعدات مالية، لكن لم يتم إبرام أي اتفاق حتى الآن. وقال صندوق النقد الدولي إن المباحثات عن بعد ستستمر خلال الأيام القادمة بشأن استئناف صرف الصندوق قرضا متدرجا قيمته 6.5 مليار دولار تم الإفراج عن نصفه تقريبا حتى الآن. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع محمد وأدا. شكرا لك مصطفى.